كل أسبوع عقب اجتماع المجلس الحكومي، وكما جرت العادة نبدأ بالبلاغ الصحفي. انعقد يومه الخميس 9 شوال 1445 الموافق ل 18 أبريل 2024 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي. وفي بداية أشغال هذا المجلس وارتباطا بمشروع القانون رقم 2224 بتغيير وتتميم القانون رقم 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، فقد تم تقديمه ومناقشة خطوطه العريضة في أفق عرضه للمصادقة في اجتماع مجلس حكومي لاحق. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 223-11-19 بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، الاتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 122-34 بتاريخ 23 من شوال 1443 24 ماي 2022، والتي نصت على أن الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون إليها بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري يجب أن يسجلوا ضمن قائمة المحكمين، كما أحالت هذه المادة على نص تنظيمي يحدد كيفيات مسك هذه القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها. وفي هذا الإطار وبموجب مشروع هذا المرسوم يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمسك قائمة المحكمين مع تحديد البيانات الواجب تضمينها فيها ومسطرة التسجيل، وكذا الحالات التي يتم التشطيب على المحكمين المسجلين فيها. إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 223-681 يتعلق بتصميم الطائرة وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، قدمه السيد محمد بن عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40-13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة، كما يندرج في إطار ملائمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 157-172 والذي يحدد ملحقه رقم 8 المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة، سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب، وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحيات الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة. وصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق مبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023،
والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 من سبتمبر 2023، ومشروع القانون رقم 1024 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمتهما السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة نيابة عن السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا الاتفاق إلى حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام من خلال التنفيذ الفعال لأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وكذا تعزيز وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين. إذن كان هذا نص البلاغ الصحفي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.